سلام، اليوم راح ندير معاكم مملحة بنينة بزاف. حاجة الأولى اللي درتها رحت قليت السلق بعد ما كنت غليته وقطرته، قليته في مغرف زبدة مغرف زيت ملح فلفل. من بعد رحت بلت الدجاج اللي كنت رحيته، درت له شوية معدنوس بصل ملح فلفل زنجبيل وشوية ثوم توابل الدجاج والكوري، زدت معاهم مغرف صغيرة موتارد، زوج مغارف كبار خبز مرحي، خلطت كلش مع بعض. من بعد جبت بابي فين درت له شوية زيت باش ما يسقليش الدجاج، حليت الدجاج تاعي كيما راكم تشوفوا. من بعد جبت هذاك السلق اللي كنت قليته ورحيته، درت طبقة فوق الدجاج. من بعد زدت عليه جبن مربعات، تقدروا تستغنوا عليه كما تقدروا تبدلوه بجبن ابيض. لويت الدجاج كما راكم تشوفوا، قسمتها على اثنين باش تجيني في الكسكاس، لويتها بالبابي فيل. من بعد زدت لها بابي الومنيوم، ومن بعد رحت درتها طيب في القدره والكسكاس. في هذاك الوقت يا البنات انا كنت موجده بطاطا مغليتها في الماء والملح، بعد ما طابت لي قطرتها عبستها مليح ودرت لها التوابل والحليب، هذيك راح نزينوا بها. الدجاج تاعي اللي كنا فورناه راهو طاب، نخليه يبرد مليح من بعد نروح نديرو في البيض ونديرو في الخبز المرحي اللي يكونوا متبلين. راح نخلي لكم التتبيله تحتها مكتوبه. انا درت في البيض وفي الخبز المرحي زوج خطرات هكذا باش تجيني طبقه مقرمشه مليحه. مباشره نروح نقليه في الزيت معها شويه زبده، من بعد كي يتقلى نخليه يبرد شويه ونقطعو. نروحو نجيبو هذيك البطاطا اللي كنا حضرناها نزينو بها من الفوق، والمملحه تاعنا راهي واجده، تقدروا تاكلوها هكذا ولا تقدموها مع كاش صوص. هذه هي وصفه اليوم، ان شاء الله تنال اعجابكم.